أهلا بكم من جديد. في خطوة تهدف لجذب الاستثمارات وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى، يقدم مركز العبد للطبي خدمات إلكترونية كاملة تغني المراجعين عن استخدام الأوراق وتساهم في رفع سوية الخدمات الطبية وتطوير قطاعي السياحة الطبية والرعاية الصحية في الأردن. مستشفى الرقمي أو ما يعرف بالمستشفى الخالي من الورق من أحدث الأساليب المتبعة في المجال الطبي، للأهمية التي تشكلها هذه التقنية في إدارة وعلاج المشاكل الصحية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى. فتحسين صحة المجتمع من خلال وضع معايير جديدة للتميز في هذا المجال الطبي أبرز الأهداف التي يسعى القائمون على هذا الاستثمار الطبي لتقديمها للمواطنين. احنا في مركز العبد للطبي اخذنا قرار انه بدنا نستخدم للسجلات الطبيه شيء بنسميه بيبرلس، اللي هو عدم وجود اوراق في الملفات الطبيه. هذا هو عباره عن سيستم متقدم حديث جدا بالعالم، موجود هو لا يطبق بالاردن كاول مره، بس احنا من المراكز الطبيه الاولى في الاردن اللي عم نستخدم السيستم اللي بيكون شوي متقدم في هذا الموضوع. له كثير فوائد وميزات، اوليتها هي بيئية، فوائد بيئية اللي هي أهمها إنه إحنا بنوفر استخدام الأوراق اللي بتعرفي في عليها مشاريع كتير كبيرة بالعالم في هالأيام، إنه إحنا لازم نوفر باستخدام الأوراق، وبالتالي ما عندنا استهلاك لهذه الأوراق، وبالتالي ما عندنا خوف من وين نعمل أركايفينج سيستم أو أرشف لهذه الأوراق. هاي الاستخدام هذا السيستم اللي هو بنسميه سيستم عديم الأوراق بيكون يسرع العملية الطبية أو الخدمة الصحية أو الرعاية الطبية المقدمة للمريض. عدم حاجة المرضى لإحضار ملفهم الطبي في كل مرة عند مراجعة المستشفى يسهم في توفير الوقت والجهد خلال القيام بالمراجعات الطبية، كما أنه يسهل عملية حفظ السجل الطبي لكل مريض وتسهيل عملية الرجوع له في أي وقت وأي مكان من قبل الأطباء والمرضى إذا ما دعت الحاجة. كمريضة كتير سعيدة أنه صار عنا هيك إشي بالأردن، يعني خصوصا مرات الواحد ما بيكون متذكر تفاصيل كتير دقيقة، فهذا كله موجود على السيستم عندهم، وكمان في كمان مصطلحات طبية فكلها مذكورة بتكون على موجودة على السيستم، فما في داعي الواحد يعني يغلب حاله. هناك إيمان راسخ بأن كل إنسان يستحق أن يعيش أفضل حياة، فالرعاية الصحية الاستثنائية هي أكثر من مجرد مرافق حديثة وتقنيات، إنها تتعلق أيضا بالنزاهة والجودة والرحمة والتعاون والمساءلة. نتحدث أكثر الآن مع الدكتور قيس البلبيسي، استشاري طب أمراض القلب والقسطرة القلبية ورئيس ضبط الجودة في مركز العبدلي الطبي. صباح الخير دكتور. صباح الورد. أهلا وسهلا فيك معنا. يعني خلينا نتحدث عن مثل يعني هاي الاستثمارات بالقطاع الصحي، خاصة أنه إحنا بالأردن نعتمد اعتماد كتير كبير على موضوع السياحة العلاجية، والحمد لله سمعتنا الطبية كبيرة ومهمة. أول شيء بحب أشكركم على استضافتكم اللطيفة وعلى قناتكم الرائدة ما شاء الله، وبارك الله فيكم فيها. بالنسبة للسؤال تبعك، والله هو سؤالك مهم كثير. أهمية الاستثمار بالقطاع الصحي. نعم. أهمية الاستثمار هلأ، أول شيء أهم شيء إنه إحنا وطننا العزيز ومتميز جدا في عملية في الرعاية الطبية من سنين طويلة. نعم. وهالحكي معروفين فيه على في المنطقة. وتوجيهات جلالة الملك كانت بأنه نستثمر إحنا في القطاع الطبي لأكثر من سبب، لأنه لأهمية كبيرة اللي هي عبارة عن الاستثمار عندنا في القطاع الطبي الخاص. إحنا عندنا ما شاء الله قطاع طبي متميز في في الجيش وفي التعليمي، والقطاع الطبي الخاص برضه متميز ولكن بحاجة إلى أنه يضل متطور يواكب العصر. وبتعرفي أنت الطب بشكل عام بحاجة متطور جدا وسريع، فبحاجة إلى استثمار بهذا الموضوع. هلأ إحنا عندنا في العبدلي جابوا equipment، جابوا معدات مرتبة وكوادر طبية من الخارج استقطبوها. نعم. على أساس كوادر طبية من الخارج، أردنيين كانوا خارج المملكة، أردنيين مش أجانب، وراحوا درسوا وتخصصوا في أمريكا أو في بريطانيا، كانوا أوريدي برا وإجوا صاروا موجودين بمستشفى العبدلي. نعم. وحطوهم كلهم في موقع واحد وأمنوا لهم الفاسيليتيز، أمنوا لهم الأدوات
وحاجتهم لهي حتى يبدعوا طبيا. نعم. طب هلا بالنسبه للمزايا الموجوده بهذا المستشفى غير موضوع المعدات الطبيه وغير الاطباء، يعني اظن نعم. انه في كمان شغلات المريض بيحتاج لها بالمستشفى، طبعا تكون تكنولوجيه مختلفه، عم نحكي عن التجهيز، شكل المكان، الاسره، كل هاي صحيح الامور. صحيح. مثلا واحد من هاي الاشياء هو اللي حكينا فيه قبل شوي، اللي هو عباره عن الملف الطبي الالكتروني. نعم. الملف الطبي الالكتروني هو موجود ولكنه له اهميه كبيره في الرعايه الطبيه، خصوصا في الخارج كل المستشفيات تحولت طبعاً. الى هلا الكترونيه. نعم. لانها اول شيء مهمه للحفاظ على سلامه المريض من الاخطاء المختلفه، من كل ملفه بيكون متوفر لديك السجل كامل بكل تفاصيله. نعم. ومتاح للجميع. يعني مثلا فرضا انا طبيب قلب، اجاني مريض عرفت علي عنده مشاكل بالكلى، مباشره بشوف ادويته مشاكله بالضبط شو نعم. عنده، فبتسهل لك هذا الموضوع، والمريض بيقدر يكون عنده اكسس على هذا الملف الخاص فيه. نعم. نعم. عنده اكسس عليه. وبرضه اذا هو مثلا في بعض المصطلحات ممكن الطبيه ما يعرفها ما يفهمها، فهو بدل ما انه يحاول يفسر لدكتوره شو عنده بقول له انا هي ملفي وموجود قدامك وتقدر تعمل فيه. نعم. بالاضافه برضه موضوع مهم كثير زي ما حكينا اول شيء، انه مش بس عباره عن معدات ودكاتره، انت بدك تحاول تدفش المستوى كله لمستوى اعلى. فعشان هيك بدك تضلك تتابع، بدك تضلك تشوف المعايير المختلفه الطبيه يلي انه هل احنا عم نتجه الى الاتجاه الصحيح ولا لا، هل احنا عم نمشي على البروتوكولات الطبيه الصحيحه ولا لا. نعم. هذا الحكي، وجود الملف الطبي الرقمي بيساعدنا كثير على انه نتابع هاي المواضيع ونطور اللي الرعايه الطبيه الموجوده في المستشفى. نعم. طيب حضرتك يعني دكتور قيس انت كمان كنت خارج المملكه واشتغلت. نعم. بالولايات المتحده كنت. نعم. اشتغلت في الولايات المتحده 8 نعم. سنين. نعم. نعم. طب هلا لما اجيت هون وبلشت يعني تمارس مهنتك هون وبمستشفى بمركز العبدلي الطبي بالتحديد، في فروقات يعني بين مثلا هون وبرا، ما بدي اقول بس امريكا، بشكل عام يعني خارج المملكه، كونه احنا بنشوف كثير اشخاص كمان يمكن من الاردنيين اذا تعرض ل يعني وعكه صحيه معينه او بده يجري عمليه معينه بفضل انه يطلع برا. اوكي. والله صراحه في مركز العبدلي بالذات الفروقات ضئيله جدا جدا. نعم. وقد تكون حتى في اشياء كانت عندنا في المركز العبدلي مش. نعم. موجوده في بعض مستشفيات امريكا. نعم. يعني فلا هو بتقدر، انا واحد من الاسباب يعني انا اشتغلت هناك فتره طويله، واحد من الاسباب يلي خلتني اني اشعر انه في تحمس انه ارجع، عرفت علي، انه وجود مثل هيك مركز. لانه بقدر اعالج بنفس المعايير، نفس الستاندرز اللي هناك هون. موجود الاشي اللي بدي اياه ونفس الفكر الطبي. فهي كثير بتشجع على انه الواحد لا انه والله ما في داعي انا هلا يعني في بلدي في مع اهلي مع شعبي بقدر انا احصل على نفس الرعايه الطبيه على نفس المستوى وبنفس وباحدث الاجهزه. نعم. فبالعكس يعني الفرق بسيط جدا. هلا في دائما مجال للتحسين، بس هذا الحكي موجود وين ما كان يعني. نعم. حتى بالولايات المتحده او في دائما مجال للتحسين بالعالم، بس هلا بالاضافه الاطباء والادوات. نعم. كمان احنا يعني الفريق صحيح. الطبي كامل، احنا في ممرضين صحيح. في ناس بيشتغلوا بالاداره، وهدول كلهم بياثروا كمان على المريض اللي بيتعامل بشكل مباشر مع، يعني هو المريض ممكن يشوف الدكتور مره يعني وقت إجراء. نعم. العملية وما إلى ذلك، بس طول الوقت المتابعة بتكون مع الممرضين أكثر. 100% حكيك صحيح. فكيف تم اختيارهم؟ شو هي أهم يعني كونك أنت رئيس ضبط الجودة أيضا. نعم. كيف تحاولوا أنه تدربوهم يكون. أيوة. عندهم أسلوب يعني مزبوط. مختلف مزبوط. مناسب. هلأ هو من هذا أولا إحنا بننقي يعني الناس يلي بتميزوا في مجالهم. نعم. وطبعا يكونوا ذوي خبره عاليه، بس بعد ما هيك يجوا وزي ما تفضلتي احنا مش عم نحكي بس عن دكاتره او اجهزه، عم نحكي برضو عن الممرضين، عم نحكي عن التكنيشنز والطاقم بشكل عام، الفنيين بشكل عام. بعدين في عندنا دورات تدريبيه بيدخلوها قبل ما يبلشوا عمل
في المستشفى. نعم. هاي الدورات عن طريقة التعامل مع المرضى، هاي الدورات عن طريقة التعامل مع الأوضاع المختلفة أو الصعبة. وبرضه كمان إنه كل إشي عندنا في إله بروتوكول أو في إله نظام وضوابط لازم يمشي عليها. فإذا كان في حد اختلف عن هذه الضوابط وصار خارجها، في عندنا طريقة لإعادة دراسة الموضوع. نعم. ليش هذا الحكي صار، ليش هذا الخلل صار. نعم. وكيف ممكن تصليحه. نعم، نشكرك إذن دكتور قيس البلبيسي استشاري طب أمراض القلب والقسطرة القلبية ورئيس ضبط جودة في مركز العدل الطبي. شكرا لك دكتور. أهلا وسهلا فيك. شكرا.